أمي سامحيني يا أمي، أنا اليوم خسرت ستي وجدي بسبب خطائي. أنا خزلتهم وجدي انهار بآخر عمره. فينا نحكي شوي إذا هديت؟ بالأول أنا ما سمحت لك تفوت على الغرفة تبعي. ماني بحاجة إذن أي حدا لحتى فوت على غرفة ابني سيدهارت. أنا من قبل يمكن ما كنت حبك، بس هلأ أنا صرت كتير بكرهك. لإمتى بدك تضل تكرهني؟ أنا أبوك يا ولد، تعلم تحبني أحسن لك. إذا مو مشاني اعمل هيك مشان جدك. قريش بابا، جدو هو أبوك أنت. روح اشرح له هالحكي، هو فضل الغريب وما كان يسمع منا. بالنهاية هو اللي ربانا وهذا بيته أكيد، والمهم يبعد عن ميتاي لأن سبب مشاكلنا. أنت طلعت بتحبه لأبوك الكبير، وهي هي الطريقة اللي بدك تحبني فيها. قريش بابا، أنا سبق وخسرت أمي بسببك أنت. أنا كم مرة بدي أقولك أني كنت متزوجة إجباري عني؟ أبي هو اللي بوقتها زوجني على كيفه، وعمل نفس الشيء معك أنت. لازم تتشكرني لأني عم حاول ساعدك وخلصك من هالزواج هاد. هاي ورقة الانفصال تبعك، وقع عليها. هذا الزواج رح ينتهي اليوم، وأنا قلت لك بدي إياك أنت ترتاح، وهيك رح تخلص من القضية. عود هون، أعطيني الألم. شوف انت هلا معك ساعتين، رح تخلي بيعت المشبك توقع على هدول الوراق. على الاقل يا ابني انت رح تتخلص منها ومن مشاكلها، وبعدين رح تتزوج ابيكشا. هي اكثر وحده بتناسبك. انت معك ساعتين وبس، اذا اليوم ما توقعوا هالوراق هدول تعرف منيح أنا شو بدي أعمل.